الأدوار بتختلف وبتنقلب. مدير مكتب سياحة بيتحول لسفير ثقافة وبيقدم لنا مشروع فوتومات. سفير بالحياة الليلية بيصير صاحب مطعم 83. مصرفي سابق بيستهوي عالم التصميم والمفروشات وبيفتتح متجر ماتل أنود. ومن الحياة اليومية مغامرة بعالم الموضة على الانترنت تجمعهم بالموقع الإلكتروني الجديد Young Wilderness. القواعد نحن موضع على نفسنا، ومين قال ما فينا نقوم بالأمور بطريقة مختلفة. رحلة جديدة ومشوقة بينطلق فيها فريق لمسات، مروراً بتركيا للتعرف على الطعم الأصلي للآيس كريم، والهند لنشوف معرض الفن الهندي بنسخته السادسة. وهيك ببلش مشوارنا لليوم. كل صبية منهم كان لها حياتها وعملها، شغفهم بالتصميم جمعهم ودفعهم يخوضوا هالتشويق. هبة قادري وياسمين كارا صبيتين قرروا يغامروا بعالم الموضة على الانترنت. إيكوميرس أو التسوق على الإنترنت موجة جديدة عم تكتسح عالم التسوق وعم تنتشر أكثر وأكثر بالسوق اللبناني. Young Wilderness موقع إلكتروني جديد بيجتمع فيه الفرادة والطموح، نتعرف عليه سوا. عم نصور كرمال الويب سايت الكولكشن الجديد اللي حننزلها. اول صفحه على الويب سايت بيكون حاطين احنا اجدد شيء نازلينه او كيف فيهم يلبسوا. دائما عم نعطي طرق مختلفه يقدروا يلبسوا القطع تاعولنا. Young Wilderness بتلاقي عنا كل شيء، موديلات بنحب تكون جديده ومختلفه عن اللي موجوده بالسوق. نحن كيف بلشنا كمان صرنا نفكر انه كنا انا وياسمين نروح ننزل على السوق نبرو، بنلاقي قصص كثير حلوه بس بتكون ما قادرين نشتريها، كنا بعدنا بالجامعه. فبيهمنا كثير نكون اسعارنا مقبوله وبنفس الوقت نعطي قصص جديده ومختلفه ومتنوعه بنفس الكولكشن. هلا انا وياسمين قلنا بنعرف بعض من المدرسه، رفقه اكثر من شيء 7 سنين 8 سنين. وناخد كتير من بعض كشخصية كلبس. واجا مرة ابن عمي قاعدين طلع بفكرة هيك طلعت منه، قالنا ليه ما بتفتحوا شي محل سوا تياب، انه اتنيناتكن عندكن ذوق مختلف عن الناس. فكرنا فيها اتنيناتنا كل وحدة بمجال، يعني هي عم تشتغل مع اليوان وانا مع بيي بالمقاولات، وضلت الفكرة. ومن وقتها ما بعرف بلشنا نفتش على انفستمنت ولوكيشن. قلنا السنة أكثر من سنة عم نجرب نعرف شو بدنا نعمل وكيف بدنا نكون كيف بدنا نتطور. الفكرة كلها بلشت بأنه نفتح محل ونعمل تيب نقدر نتنافس مع السوق فيهم. بس اكتشفنا أنه إذا بدنا نفتح محل مع الأجرات اللي عنا هون بلبنان وخصوصا ببيروت، هذا الشيء مش حيكون ممكن لقلنا أنه نفوت على السوق بأسعار معقولة للكل يقدروا يشتروا. يعني منا طلعت فكرة الإي كوميرس الأونلاين شوبينج، وجربنا نطورها شوي ونكون من أول أشخاص ببلشوا بهالمجال، خصوصا بمجال اللبس والفاشن واشياء شوي جديده ما فينا نلاقيها بالسوق. فهيك بلشت القصه، كانت فكره يعني، وبعدين صارت مثل ما شايفين. نحن بصراحه تفاجئنا اول شيء، ما توقعنا العالم هالقد يوثقوا فينا. بس كمان كان عندنا بوليسيز لحتى نجرب نساعد هالعالم يوثقوا فينا يطلبوا من عنا ونسهلهم كل عملية الشراء أونلاين. من هالقصص يلي جربنا نهين فيهم للكاستمر أنه free delivery، يعني بيوصل لعندهم الباكج ما بيدفعوا شيء، payment at the door. so اللي خايفين من online fraud أو كل شيء credit card fraud online ما عنده هالمشكلة لأنه صار عم يدفع على الباب، يعني بس تيستلم الباكج في حتى يشيك البضاعة ويدفع. فهالشي كتير ساعدنا لحتى نخلي الزبائن شوي أكتر يوثقوا فينا، سبيشلي نحنا إي كوميرس يعني، ومن أول عالم نعم تبلش هالشي.
يمكن اهم شيء عنا بالويب سايت هو الفوتو شوتس، لانه من وجه الكاستمر الزبونات بيشوفوا كيف عم نلبس الموديل هيدا الليجينج مع اي شوز، مع اي اكسسوارز، مع اي تي شيرت، وهن من بعدها بينقوا اذا بحبوا هالستيل او بحبوا اكثر سامبل او اكثر معجق. فنحن بس اللي علينا انه نصور الموديل بباك جراوند ابيض سمبل لحتى نرجيهم انه نحن كيف قررنا نلبسها. في عنا على الويب سايت إذا كمان دايما منشجع الناس تورجينا كيف عم تلبس القطع من عنا، في الهاشتاج Young Wilderness، إذا بيحطوها على صورهم بيتصوروا كيف لابسين الـ Young Wilderness item، بتبين دغري على الويب سايت، دغري أول صفحة وقتا تنزلي بيبينوا كلهم سوا، فكمان هيك حلو يكونوا مبينين كلهم كيف غير ناس عم تلبسهم، مش نحن كيف عم نلبس المودلز أو إيه بيبين كيف كذا شخص لبسوا مثلا نفس الليجينج إذا حطوا هالهاشتاج Young Wilderness، كله بيبينوا على الويب سايت. في كمان عنا غير الليجينجز بوديز وكروب توبس، عم نجرب نفوت بعد تنينير ودريسز، نفس الكونسبت بس على قصات غير، خصوصاً هلأ كتير دارجين الواحد يخلط بين برينتس ومع شي رايق، مثلاً بنطلون أسود مع هيك شي من فوق. هذا كنا أول ما بلشنا، قبل ما حتى نحن عم نعمل البرودكشن وعم ننقل تصاميم وهيك، بلشنا نحط صور على إنستغرام عن نحن شو عنا فكرة، شو الفكرة تاعيتنا، وصار يزيد عدد الناس اللي عم تلحقنا على إنستغرام. سألناهم شو بتحبوا تشوفوا على ليجينجز، شو الطبع اللي أكتر شي بتطلبوها، وحطينا الإيميل وقتها، وأكتر فين أكتر الناس طلبوا الجالكسي. حبينا إنه أوكي إذا الناس اللي عم تتابعنا عم هيك بدها، ليه ما نعمل اللي كمان بدهم إياه غير تصاميمنا. هلا كنا عم لاحظنا إنه صرنا شوي كتير عم نروح يمكن على الغرب على ستيل الغربي، هبة اقترحت إنه ليه لحتى ما نعمل ليجينج نورجي أحرفنا مثلاً، اللي هي أبسط شيء بورجي نحنا إنه مش شرق. هذا من أكتر شيء هلأ اللي عم ينباع. نحنا لازم تعجبنا لنحطها أكيد بالبراند، كل شيء نحنا من نقيه من ديزاينز، منفتش على الأرتست اللي بدنا ناخد الديزاينز منهم نشتيهم منهم. برينتس من كيف بلشنا، رحنا صرنا نفتش على القماش اللي كان عنا اياه براسنا، انه قلنا بدنا نلاقي هيك بتموت هيك لمعتها الكواليتي تكون كتير منيحه، فبرمنا على كل شيء في محلات قماش قدرنا نعرف عنه، ولقينا القماش المناسبه اللي كنا عنا اياه واللي زبط الطبع عليها، وجبنا كذا وحده اكشلي، عملنا كذا سامبل، واخر شيء طلع لاحسن وحده مشينا فيها. والفنتج كمان نفس الشيء، وقتا نروح نفتش عليهم من كتير بيهمنا تكون بعدها بحالة منيحة. أول شيء بنبلش نشوف رسمات أو قصص بتوحينا لحتى نعمل كولكشن. هلأ نحنا بعدنا فيك تقول التاني كولكشن لقلنا، بلشت القصة بأنه شو الأفكار اللي بتعجبنا، شو الألوان اللي عبالنا نشوفها، ونجرب هالقصص نترجمون على ديزاينز، على تصاميم نقدر نحطهم على تيب. هي بلشت كهواية عم تعمل فوتوغرافي وهيك، هلأ صارت أكتر الوقت بالفوتوشوتس عم تستلم كل شيء تصوير، ومناخد دور بهالشي. حتى جرافيك ديزاين أنا صرت أحضر يوتيوب، عن جد أخذت كورس واحد فوتوشوب، صرت أحضر يوتيوب وجربت أعمل كم ديزاين، وأكيد برجع بستشير لياسمين شو رأيك بهاي كيف هيدا، وبيطلع معنا ديزاين. صار عنا أتعب، بس نحنا ما بنكون منتبهين إنه إف وصلنا لهالبروسيس هالقد بسرعة، بس هو بروسيس شوي طويل. هلا عم نشتغل على تاني كولكشن للسمر، سمر 2014، وإن شاء الله بدنا نفوت فيها فساتين وتنانير وسويترز وجاكيتات، حابين نوسع بعد كأيتيمز. وكبرنس كمان عنا قصص جديدة عم نشتغل عليها، وفي مشروع بركة نفتح بالخليج قريبا كمان. ليش الفكرة بلشت بس إنه نعمل برنس، بس بعدين اكتشفنا إنه نحنا بخزنتنا كتير عنا قطع بيجي منهم بس قطع، وهن هو القصص كنا نفتش عليهم بزوريب بيروت، وكل ما نسافر ونجمعهم، فقلنا ليه لا ما نجيب هالقصص اللي نحنا منجيبهم لقلنا، نجرب نخلي العالم يعرفوا شوي انه الفنتج هي قطعة ما في غيرها، ومش شي منلاقيه
بكمية يعني القطع يلي بنجمعهم من كذا محلات من بيروت من كل ما نسافر من أوروبا بنفتش على هالقطع اللي هن ما في منهم كميات بيجي منهم بس وحدة وبنجرب نحن نواجه العالم كيف فيهم يلبسون على الويب سايت كمان في ديسكريبشن للايتم لحتى نواجههم كيف شو معقول تكون قصتها للقطعة عم نجرب نخلي العالم شوي يشوفوا أكتر إنه قيمة التياب قد إيه تصير أحلى وأحلى خصوصا إذا القطعة أنت عندك إياها بس وما حدا غيرك فهي شوي فكرة الفنتج إنه ما في منها أكتر من قطعة واحدة ولا حتى اثنين زي لشارع مرم خايل بيت قديم بيتحول لمطعم وباب فريد وجديد إبيسري بيتميز بتصميم داخلي وإضاءة خلاقة هالطلي بتحمل توقيع المهندس مارك بارود أما الإدارة فهي ليوسف حاراتي وأوليفيه غانيه ديباك وهني سبق وكان لهم تجربة بباب بهاند جرين دور فريق لمسات بيتوجه على إبيسري وبيكتشف هالمكان المميز يب Mes associés et moi, on est associés depuis maintenant plus de 5 ans. On a démarré avec Behind the Green Door parce qu'en fait, on n'était pas très satisfaits des endroits où on sortait. Donc on s'est dit qu'on allait créer nous-mêmes l'endroit où on voulait sortir. On a créé Dex on the Beach il y a 2 ans dans cette même optique, c'est-à-dire l'été, il y a plein de choses bien, mais il y a encore quelque chose qui nous manque. On a eu beaucoup de succès et ça faisait longtemps qu'on voulait faire un restaurant. Mais on ne trouvait pas l'endroit qui nous plaisait. Donc on a cherché pendant longtemps et on a trouvé cet emplacement il y a à peu près 1 an. Donc l'idée c'était de faire un endroit qui soit grand, accueillant, chaleureux, familial, un endroit de quartier un peu, avec une nourriture et des drinks casual. Et en cherchant des idées de décoration, l'idée des meubles d'épices, etc. est venue. Finalement on n'a pas forcément utilisé, mais on s'était dit que l'idée d'épicerie était sympa et en travaillant dessus, on s'est dit mais travaillons sur les épices en eux-mêmes, les herbes, etc. Parce qu'à ce moment-là, ça nous ouvre une gamme de possibilités énormes en termes de nourriture, de plats, de boissons, etc. Nous, en fait, l'idée de départ de l'épicerie, c'était d'être un restaurant casual où, en fait, on reprenait les plats basiques et on les mettait à notre sauce. C'est-à-dire qu'on essaye de... On va prendre un filet de bœuf et on va essayer de le mettre en valeur avec l'utilisation d'un épice. L'idée, c'est ça, c'est de prendre un plat de base que tout le monde connaît et de le changer un peu. Et après, de créer beaucoup de recettes comme ça, avec qui n'effraient pas les gens parce qu'elle est trop compliquée, mais qui leur fait découvrir des saveurs parce qu'on utilise un coup un épice, un coup une herbe, un coup un mélange d'épices, etc. L'idée, c'est de jouer avec tous ces mélanges-là qui sont quasiment infinis. Au départ, on voulait appeler l'endroit l'épicerie et on s'est dit qu'en fait, épicerie, c'était plus sympa. Épicerie avec donc un Y à la fin et un E accent aigu. Donc on a inventé un mot français et inventé un mot anglais aussi. On a toujours fait beaucoup d'efforts sur les noms qu'on utilise. On essaie de continuer dans cette voie-là. Nous, quand on a cherché un emplacement pour notre restaurant, on ne s'est pas dit on veut trouver à Marmirel. On a cherché à Badaro, on a cherché dans plein d'endroits. Et il se trouve qu'on nous a proposé le meilleur ici, était à Marmirel. Après, on réfléchit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est un peu off, c'est pas dans le strip là-bas où il y a tous les bars, où tout le monde est dehors. C'est une des régions de Marmirel qui est en développement. Mais ça reste un quartier très résidentiel, très familial, et qu'on veut respecter. On veut surtout pas... On veut se fondre dans la masse et juste faire un lieu de vie pour le quartier, en fait. هو بالأساس كنا عم نفتش على لوكال مع أوليفييه ويوسف على فترة طويلة
وتوصلنا وشفنا هالمحل دغري بتصور اقتنعنا فيه، واكثر شيء كان بتصور بسبب ما بعرف اذا فيني فسره، بس يمكن حسيت انه بقدر اشتغل عليه بطريقه، يعني عنده ديجا هو كاركتير، عنده نفسيه المحل، الموتيف، التكستور، الباترنز اللي لقيتهم بهالمحل، يعني المبنى من برا عنده ديجا تكستور منا كتير بنشوفها وين ما كان، وكان في خيال العريشه على الارض كان عاطي، دوك هيدا يمكن اول شغله اثرت علي. اكتريه المحل يعني حتى اذا بتشوف الليمون الاناره يلي معمولين كلهم عندهم هالموتيف. بذات الوقت ما كان بدي ضلني مربوط بس بالاسبري ار ديكو تبع المبنى، وما بدي شيء ستيل محدد يطغي على واحد تاني، فمشان هيك نوعت. يعني اذا بتشوف في كتير مطاري حتى لو مش كتير، يعني لانه انا بحب الحيطان، بحب القصص اللي بتتنفس الرايقه، بس اكثر قطع هي بتفرجيك بتاخدك على ستيل او كولتور او حالة شيء مش نوع واحد. هيدا كان بيتطبق بفكره الابيسري، لانه البهار والابيس كانوا يجوا من مناطق مختلفه، مثلا الاناره هون المكرنس هيدا بتاخدك على استعمالها كان كثير بالاندلس، او اذا بتشوف المشربيه بتروح على غير مطرح، اذا بتشوف الموتيف على البار كمان شغله ثالثه، السجاده شغله رابعه. فالفكره انه بتسافر شوي بالطعمه بلا ما يكون في شيء طاغي على شيء ثاني، يعني ما لازم الاكل يكون اهم من الامبيانس، ولا الامبيانس اهم من الاكل، ولا الستيل محدد اهم من الثاني، يعني كان كله شغل على نلاقي إكيليبر بين هالقصص كلها. أنا أجمالا ما بلبي القصص مع بعضها، بالعكس بحب أشتغل عدة ماتيريال جرب فيهم وشوف وين أكتر شيء بيتطبقوا. فهون يعني في عندك استعمال حديد، خشب، نحاس، زيز مدوب بطريقة، يعني كتير أوقات هو يعني سبب بيكون بعتبره إكسكيوز إذا بدك أنا حتى أعمل تجارب، يعني كل مشروع بيكون سبب حتى جرب استعمل كل مرة الماتيريال بطريقة مختلفة. هيدا الحلو وقت تكون عم تشتغل مع فريق وتفكر انه الشغلة ما بتخلص، البروسس بيقدر يكمل لبعدين، انه بعد المحل بعد بده يعيش سنين، وهالسنين رح يكون هو عم يتطور، بس مش عم بس عم يتطور مثلا بالاكل رح يغير، او في درينكات جديد او منيو جديد، حتى يمكن شكله يتغير، هي يمكن ينزاد قصص ينشال قصص، وهيدي رح تكون شغلة بتصير بعد اكبر من هيدا الفريق اللي عم بيشتغل هون، بتصير مع العالم يلي بيجوا ويلي بيعطوا رايهم ويلي بتطلع بتشوف كيف وين اكثر شيء بيحبوا يقعدوا، وين يمكن ما بيحبوا يقعدوا، وين شو راح يطلبوا شو ما راح يطلبوا، الشيء راح يتضايقوا منه او الشيء راح يحبوه، وهيدا بيخليني اعتبر اذا مشروع بالنسبه لإلي او ناجح او مش ناجح، واذا تعلمت منه او ما تعلمت منه. ضل في الروح اللي راح تضلها هي طريقه التفكير على الاشخاص وعلى الانوفاسيون. التميز واعتماد مسار مختلف عن الباقي خطوة شجاعة مش الكل بيتجرأ عليها. خلينا ننطلق سوا برحلة على تركيا لنتعرف على المثلجات أو الآيس كريم الطبيعية والكتير مميزين. المثلجات أو الآيس كريم متعة للشعب التركي بيتجول بيعته بالشوارع لجذب الزبائن من خلال العربات المزينة والأجراس. بيتميز أحد بائعي الآيس كريم بمنطقة فاتحية بجنوب تركيا عن غيره، فهو بعده بيصنع الآيس كريم باستخدام الطرق التقليدية وخلط الثلج مع الفواكه والتوت البري، كما بيستعمل السحلب أو مسحوق الأوركيد روت باودر لربط المكونات بدل الجيلاتين. ومنا مصادفة إنه متجر إيروك آيكيري لصناعة وبيع الآيس كريم بيكون بالطابق الأرضي من مسجد، فصاحب المتجر إمام متقاعد، والآيس كريم يلي بيصنعها تعتبر بالتالي من العلاجات الفاضلة. متجر آيكيري مقصد سياحي شهير بالمنطقة، فهو بالإضافة للسكان المحليين بيجذب الأجانب يلي بيبحثوا عن النكهات الأصلية والقديمة للآيس كريم. Ben ortaokul yıllarda giderken babamla beraber başladık.
Biz babamla beraber öğrendik bu mesleği. Hem kamuda çalıştım. ثلاث أجيال بتشتغل اليوم بمتجر الآيس كريم يلي تم فتحه عام 1970، فأبناء أنكيري بيساعدوه بالعمل خلال عطلته الصيفية. وبيوضح أنه أول ما بدأ العمل بهالمجال المكونات الصناعية ما كانت موجودة بعد، فكان الاتكال على المواد والخلطات الطبيعية، وهو اليوم حب يضل وفي للوصفات الأصلية. هر شيء دوال ده يعني كونسانتري يوك أسانس يوك سوني kimyasal madde salep yerine geçen kimyasal bir madde yok. Biz o zaman ne öğrendiysek onun üzerine bugüne kadar aynı şekilde devam ettik. الطعمات الأولى يلي صنعها أيكيري مع والده كانت الآيس كريم على ليمون وقرفة، ومع الوقت تم إضافة فواكه مثل الشمام، التوت أو الرمان لقائمة منو المتجر. وبأكد صاحب هالمتجر أنه ما بيتم إضافة أي سكريات أو مواد حافظة إلى الفواكه المستعملة لصنع الآيس كريم للحفاظ على منتج صحي وطبيعي. أما جذور السحلية أو الأوركيد روتس فبيتم جمعها من القرويين المحليين وطحنها مستعملين التقنيات القديمة. ما تغير تصميم المتجر من سنة 70، فشكله وطابعه التقليدي يبدو أنه بيروق للزبائن. أحدهم محمود، وهو من سكان أنقرة بيقصد فاتحية لقضاء إجازته، بيعبر عن حبه لطعم الآيس كريم اللي بتتميز عن غيره. Doğal yapıyor, katkı maddesi yok, şekeri fazla değil, kullandığı malzemeler mesela kavun. فداد بساران طاهي تركي مرموق وباحث متخصص بالمأكولات العثمانية التقليدية بيقول إنه الطبق البارد كان على قوائم الطعام التركية لعدة قرون. Şöyle tarih olarak baktığımızda Türk dondurmasının üretimi 17. yüzyıldan sonra Osmanlı saraylarında görüldüğü bilinir. Ama bunun daha önce ne kadar erken olduğu ile ilgili bir bilgi elimizde yok. أيام العثمانيين كانت المثلجات تصنع من الفواكه والزهور وصمغ الصنوبر، الطحينة ومنتجات طازجة أخرى، ولكن بالتأكيد بلا شوكولا بحسب الشيف بسرا، فإضافة الشوكولا بدأت مع وصولها لأوروبا بعد القرن 16. الآيس كريم تحلية ما زالت شعبية كتير بتركيا وما عادت مجرد متعة بالصيف، فهي اليوم تستهلك على مدار السنة. شوارع بيروت رجل عم يتنقل من صارة عرض لأخرى، كاميرا لمسات رصدته خلال جولتها، مين هو وشو عم يعمل؟ مدير مكتب السياحة اللبناني بباريس، نظرته للأمور مختلفة عن غيره، فهو بيؤمن بالدور الكبير اللي بتلعبه الثقافة بالسياحة. من فرنسا للبنان بيحمل معه مشروع بيمثل رؤيته، فوتوماد مهرجان تصوير عالمي بيتضمن صالات عرض متعددة. وهو مزيج لعمل مصورين مختلفين من حوض البحر المتوسط. وهيك تعرف فريق لمسات على شخصيات لبنانية وعالمية لهم بصمتهم الخاصة بعالم التصوير الفوتوغرافي. نحن كمكتب وزارة السياحة اللبناني مفروض نعمل ترويج للبنان بالخارج، وأكيد هيدا ترويج للسياحة اللبنانية. بقى فينا نحكي عن الجبل، البحر أو بعلبة كسور، فينا نحكي كمان عن الموضة وعن المطبخ اللبناني، عن السينما اللبنانية، واليوم عن الصورة بلبنان. مهرجان فوتوماد هو مهرجان متخصص بالتصوير المحترف من دول المتوسط، وكل سنة بنقي بلد كضيف شرف، والسنة الماضية اختاروا لبنان كضيف شرف. Le but c'était de faire découvrir la jeune photographie libanaise.
que peu de gens connaissent et qui est très talentueuse. Et c'était aussi une des missions du festival, c'est de donner la place à côté des grands noms à des jeunes talents et leur donner l'occasion d'être présentés et d'avoir des retombées médias pour justement lancer leur carrière. Festival Photomat صار عندهم مثل تراديشن بصناري سور مير كل سنه بيعملوه كانت فرصه كثير حلوه انه يشوفوا شغل اللبنانيه وكانوا تفاجئوا لانه ما توقعوا انه يمكن يشوفوا هيك صور من لبنان المدير الفني للمهرجان هو جان لوك مونتيروسو وهو من مرجعيات التصوير بالعالم ونقى توني الحاج المصور اللبناني الفرنساوي كمدير فني لعرض المواهب الناشئه اللبنانيه اتصل بسبعة مصورين قلت لهم اجتمعت فيهم كل واحد على جنب شفت كل أعمالهم واخترت منهم اختيار أولي أخذت كل هالاختيار على باريس يعني نقيتهم وأخذتهم لجان لوك مونتيروسو اجتمعت أنا وياه أكثر من ثلاث ساعات لندرس الملف وعجبوا كل الشغل فوتوماد هي سمحت لي وكانت فرصة كتير كبيرة أن أتعرف على كذا مصور ومصورة وأكيد العملاق المايسترو نينو ميليوري اللي هو من أكبر مصورين اليوم بالعالم من خلال فوتوماد قدرنا ناخد مثل شوية من خبرته ومن الشجاعة اللي عنده إياه وشجعنا أني نمراتو دي الليبان إلي تمورو دي الليبان ودو فات إلا ديجا دي سمتا وسورتو دي الليباني إلي نا با فيو بوكو بسكيل إت أريفي إير سوار سي لا بروميير فوا كيل فيان أو الليبان Et il s'est tout de suite senti très bien, donc il est très heureux d'être là. Et il est amoureux du Liban, mais surtout des Libanais. طلبوا منا نساعدهم ونساهم تنقدر نجيب هذا الوجود اللبناني بمعرض ومهرجان فوتوماد بفرنسا هيدي التجربة كانت كتير ناجحة ولذلك نظمين الفرنسوية لفوتوماد حكيونا عن حلمهم يسافروا هالمهرجان قلنا لهم انه اكيد منحب نكفي بهالمغامرة ونسفر مهرجان فوتوماد على لبنان Là, c'est un festival d'envergure, enfin comme les Européens savent si bien le faire. Donc, c'est excellent qu'il ait pu s'inscrire à Beyrouth ce festival et ça redynamise la ville en même temps. On a 9 salles عرض la Photomed bi Lebanon, 3 salles bi Solidair souq El Saghra, 3 salles bi El Saifa Village, salle bi Biblos Bank Sessine. عرضين بالمعهد الفرنسي بلبنان لما عم نعزم مهرجان مثل فوتوماد على لبنان عم نبني جسر ثقافي بين فرنسا ولبنان وبين لبنان ودول المتوسط ومع هالجسر في تبادل ثقافي من ناحية عم نعرف كمان المصور اللبناني على الساحة العالمية من ناحية تانية وعم نجرب نعطي صورة ثقافية فنية وحضرية عن بلدنا Cette série s'appelle Perdre la vue. C'est une série que j'ai faite en 2012 qui raconte un petit peu le sentiment et la manière, ma nouvelle manière de voir Beyrouth récemment. Quand je sors d'espaces clos qui sont encore nets, progressivement je rentre dans la ville et tout disparaît. Je regarde la ville d'une manière où je ne garde plus que des touches de couleurs, des contours. Puisque en fait Beyrouth change constamment et souvent quand on a des lieux qu'on aimait particulièrement, auxquels on était attaché, quelques jours, quelques semaines plus tard, ces lieux disparaissent. Cette série s'appelle Stalker, inspirée du film de Tarkovsky, Stalker, qui veut dire le passeur, celui qui va emmener quelqu'un d'un monde à un autre. C'est un peu ce monde, cette mémoire de Beyrouth qui s'en va. À travers cette mémoire est incarnée dans les vieilles demeures traditionnelles qui disparaissent de plus en plus. Le soir de l'arrêt d'un إذا بدي كان بيحكوا شوي عن حالهم كمصور بلاقي انه الصوره هي بتحكي اكثر مني انا اللي انا حابب فرجيه هو كيف انه ببيوت عتيقه ومتروكه وخربانه من الحرب بضل عندك هيدا الامل من هالظلام ومن الخراب بضل في الرقص
بيضل فيه النور. الصور كلهم بيتمحوروا حول فنجان قهوة كتير كبير عم تتفاعل معه بنت، ساعة بتكون جواته ساعة بتكون عم تتخبى فيه، واللوكيشنز بكذا محلات بلبنان. كذا حدا سألونا إذا الصور فوتوشوبت، بقول أنه لا، لأنه الفنجان هو مزبوط كان موجود ومعمول من بوليستيرين. جان-لوك مونتيروسو المدير الفني لفوتوميد طلب من فؤاد الخوري يلي هو مصور محترف ومشهور بلبنان وعلى الساحة العالمية انه يعرض عرض يلخص كل شغله، شغل حياته. بقى ما في مثل ثيم معين للعرض تبعه، في صور من كل حياته. توني حاج المصور المشهور صار له 30 سنة عم بيشتغل بين فرنسا ولبنان، هو أخذ عم بيعرض صوره من أول الثمانينات، يعني لما هو كان موهبة ناشئة، كان عمره بين 19 و24 سنة، وهولي صور للسليبرتيز النجوم الفرنسوية والأجانب بفرنسا وبلبنان، يعني من كاترين دونوف لإيف سان لوران لا مثلا وديع الصافي بلبنان. بس نقول 81 85، هي فترة بداياتي. تعرف كنت متحمس كتير، كنت عم بتعلم تصوير، ويعني كانت فترة إذا بديك صور تقريبا كل يوم. مهنة التصوير وخاصة مهنة المصور اللي بيغطي الأحداث كلها مثل ما أنا، مدرسة بحد ذاتها. يعني خلال التصوير تعرفت أنا كل هالعالم اللي بشايفتيهم حوالي واللي ما شايفتيهم، كل شيء غطيته وتعلمت منه. مثلا بس صورت ديزي جلاسبي ما كنت عارف شو الجاز، بس صار في علاقة معه تعلمت شو الجاز، عزمني صرت تحب الجاز، صرت تروح أحضر كونسرات جاز. سنة 83 رحت على القاهرة، بذكر مزبوط قالوا لي روح صورها لإلهام شاهين لأنه رح تصير نجمة كبيرة. رحت لعندها فتفاجأت بالنسبة للكل أنه استقبلتني ببيت متواضع بسيط بس بكل رحابة. طلع مظبوط انه هالصبية طلعت بعدين ستار. بالاضافة لهالصلاة في كمان عرض لانستليشن فيديوز للبيت الاوروبي للتصوير بجسر الواطي بستيشن، باشتراك مع الميزون اوروبان دو لا فوتوغرافي. جون لوك مونتيروسو هو المدير تبع الماب، عمل كيوريتنج، هو نقى سيليكسيون 4 افلام، في وحده لفنانه اسبانيوليه اسمها ماري بوفو، في لفنان روماني اسمه ميهاي غريكو، وفي الي كازما من تركيا، وعندنا كمان فنان لبناني الان كونتارجيون. الفيلم أكثر أتموسفيريك من أنه يخبر خبرية مظبوطة، شيء أنا تعجبت شوفه وقتها شفته مثلاً. وقتها اللي بعرفه هذا المطرح بعرف أنه هذا اسمه جبل الزبالة، استعجبت وقتها شفت هذا اللاندسكيب والشباب اللي كانوا معي كمان، لأنه إذا طلعت على شيء وطلعت فيه بقلب كادر مثلت الشيء بيطلع، وهل شفت هيدا بين الحقيقة وبين اللي بيبين بالصورة تعجبنا فيه كلنا. الحب للأرض، أرض بلدون، الحب للبحر الأبيض المتوسط، هيدا البحر بيجمعنا كلنا. ومثلاً إذا بتشوفي صور المصورة اليونانية كاترينا كيلودي، بعد شوي بتفكري إنه بتشوفي صور بلاد المغرب أو صور مناطق بلبنان، يعني منشوف إنه كلنا شعب واحد حول البحر. وبفتكر مشان هيك فكرة الـ Union pour la Méditerranée
فكرة كتير مهمة، ولازم إذا ما فينا نحقق هالفكرة سياسياً أو اقتصادياً لازم نجرب نحققها سقفياً واجتماعياً. راشد سلطان موظف بنك سابق لطالما استهوي عالم التصميم، بيتجول بمناطق وبلدان مختلفة ليجمع مفروشات قديمة ويعيد تصميمها من جديد. كانت هوايته المفضلة لكن حولها لمهنته وقرر يفتح متجر مثل أنمود مع زوجته وشريكته جوزيت. اللي بيميزهم عن غيرهم تصاميمهم العملية والبسيطة. فريق لمسات بيقوم بزيارة خاصة لمثل أنمود. مشينا مع بعض بس تعرفنا على بعض، كنا تينيجرز ودلينا صحبة لوقت طويل، وأنا كنت بأمريكا وهو راح على الجامعة بأمريكا ودلينا صحبة. And then eventually يعني we were a couple. كان راشد بإنديا وتلفن لي وقال لي هي شفت هيدول الغراض كتير كتير حلوين، وبعت لي صور ولقى هيدول البيسز كتير حبهم، صار يجمع انه بده ياخذ بيسز لإله هو، وفكر انه بده ياخذ اكسترا بيسز وجرب بيعهم، وانه الكونسبت كان انه نفتح بوب اب ستور يعني على وقت قصير ومنبيع هيدول الاغراض وهيدا هو. بس الفيدباك الريسبونس للوقت اللي عملتها البوب اب ستور كان كتير كتير بوزيتيف، صار يكبر شوي وشوي صرنا نزيد الاشياء اللي نحن عن جد كتير بنحبها. كمان هو الكونسبت مش كونسبت جديد، يعني هو فرنيتشر وديزاين جودز للبيت. الشيء الجديد فيه انه الكولكشن يلي نحن خالطينها مع بعض، عندك اشياء فينتج، عندك اشياء ريكليمد وود يعني خشب قديم عاملينه بيسز جديد، وعندك اشياء كونتمبرري كتير مودرن، صوفاز، جودز للبيت. بقى هيدا بعتقد الكونسبت يلي يونيك لنا نحن لمحلنا. في اشياء اوريدي نحن بنعرف انه استاتيكلي تعجبنا، مثل في كتير اشياء جابانيز جودز هير، انا كتير بحب جابانيز سيراميكس فور اكزامبل، سو صرنا نعمل سورسينج لجابانيز سيراميكس، نروح على محلات جديده نشوف شو السبيشال استاتيك لهيدا المنطقه لهيدا البليس. في كتير اشياء ريكليمد مثل ما كنت عم قلك قبل، انه خشب قديم مثلا او متل قديم بترجع بتتجدد، بيصير في عندهم بيربس جديد، بيصيروا ليجز لطاولة مثلا. هيدا الفريم اللي من قدام على الكونسول كان فريم باب قديم، بقى نقص هيدا ونعمل هلا كونسول. هيدا اكزامبل عن اوقات منلاقي قطع فينتج منا كتير سيمتريكو مثل ما شايفين، بس كتير كتير حبيناها، كان عندها فايب لأنه هيك بار قديم أخذناها، كان عندها إزاز راشد غير لها الإزاز حط لها شبك. في أشياء نحنا كمبليتلي منقلهم يعملوا لها ديزاين، في أشياء بتكون موجودة بيعملوا لنا سجشن لكيف بيقدروا يستعملوها هني. So it's a combination، أشياء هني شاغلينها قبل بنعملها بطريقة جديدة. أهم شيء لقلنا هو إذا نحنا بنحبها لهالبيس، إذا حلوة، إذا نحنا منلاقيها حلوة. Then second بنشوف إذا practical، إنه جايبين نحنا أول ما بدينا كان في عنا كم pieces كتير حلوين بس ما كانوا كتير practical لأنه unique pieces، يا كانوا كتير كبار يا كان. So هلأ practicality صارت تاني criteria لقلنا، وإذا الكلاينت تبعنا بيقدر يستعملها هيدي البيس قد ايه، باي سرعه فينا نبيع مثلا، انه شو كيف في الكلاينت تبعنا يستعملها. دائما
دائما بيكون في بيسز هيدا كتير حلوة بنحطها بالبيت أو هيدا، بس منجي منرجع إنه بنحطها بالمحل بنشوف هدول الكلاينتس بنبسطوا فيهم، ما بعد قلنا قلبنا خدها من درب الكلاينتس، دائما بيصير فينا هيدا الشيء. The concept إنه نعمل شيء كتير cool, young and affordable, the most important thing. Have a test. كتير مريحين. راشد obviously أكيد is more behind the scenes. المحل إنه كان his idea أول شيء، هو اللي لقى البضاعة واللي جابها قبل ما أنا ما كنت عم فكر فيها لهيدي القصة. بس أنا لأنه بما إنه عندي creative background الانبوت تبعي كرييتيف اكثر، اللوك تبع المحل كيف بننسق البضاعه مع بعض، الباي بنعملها مع بعض دائما. الجول تبعنا انه نكبر، عملنا الويب سايت تبعنا للعالم يشوفوا شو فيه، عندنا كلاينتس لبنانيه مثلا او قاعدين بدبي بيعملوا شيبينج بيعطين غراض على يوروب بيعطين غراض على الاميريتس. اول شيء نحن كتبناه انه صرنا نعرف كيف نبني بزنس، سمول بزنس، انه هيدي الشغله كتير كبيره، شغله كتير صعبه انك تعمليها. بقى انه هلا الاكسبيرينس تبعنا صرنا بنعرف what it takes يعني to make a business successful خصوصا بلبنان. جولة بتاخدنا من بيروت على أهم الأحداث بمنطقة آسيا الجنوبية، وهو معرض الفن الهندي بنيو دالي اللي بينطروا محبي الفن من سنة لسنة. معرض الفن الهندي حدث بيمتد على مدى 3 أيام بنيو دالي من 30 كانون الثاني ل 2 شباط 2014، وبيستقطب أسماء كبيرة بسوق الفن العالمي وكذلك مشترين من الهند. الفنان التشكيلي البرتغالي جوا مارسيا ميغيل، وهو واحد من آلاف الفنانين عم يعرضوا فنهم بالطبعة السادسة لهالمعرض. ميغيل بيخطط لتقديم شكل جديد من الفن التجريدي، وهو كناية عن تركيب إنسان بكل يوم من المعرض، فبيوم بيكون مصنوع من رابط مطاطي أو أصداف بحرية، أما بيوم آخر فبيكون شيء مختلف تماماً. من الفنانين الهنود الأساسيين يلي ممكن مشاهدة أعمالهم بمعرض الفن الهندي ساتيش جوجرال سوبوت جوبتا، وعمل واحد لجوبتا ممكن أنه يجلب الملايين من الدولارات، بحين يعتقد أن سوق الفن بطيء بالهند بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. التوقعات متفائلة بالنسبة للسنة الجاية، ووفقاً لتقرير نشر بنوفمبر 2013 من قبل Art Tactic إحدى الشركات الرائدة بالأبحاث بسوق الفن، انخفضت الثقة بسوق الفن الهندي بالأشهر الستة الأخيرة من عام 2013 كما كافح الاقتصاد خلال العام الماضي. جيمي صعب يلي جمع الأعمال الفنية طيلة السنوات العشرين الماضية بيعطي رأيه بهالموضوع. I think Indian art is not so heavily priced or not heavily known internationally, but it's slowly making its mark in the market. And as India gets stronger and it's as India, you know, rises up in, as a world power, more and more Indian art will be recognized and people will want to collect Indian art, which I think the timing is always right to collect Indian art. معرض الفن الهندي بيجذب 40 من المعارض العالمية لهيدي السنة، والعديد من الفنانين العالميين بيعرضوا أعمالهم للمرة الأولى مثل بيير لوغران من فرنسا. بيحاول لوغران من خلال أعماله الفنية تصوير تجاربه الروحية، كما بتتركز أعماله حول استخدام الألوان الزاهية والتصاميم الشفافة. I am lucky to work with an architect, so I have no problem with getting clients. But I would say today is my first encounter with the big guys. So it's quite a new experience for me. عرض فن التركيب أو الانستوليشن آرت بيتضمن تريا مصنوعة من أنواع مختلفة من الفراشة، من فرشاة تنظيف الأحذية لفرشاة تستخدم لغسل الملابس. شاران أبارا، وهي من القيمين على الأعمال الفنية من 30 سنة، تتعامل أكثر شيء مع الفنانين الهنود الشباب.
فمعرضها بيضم مجموعة متنوعة من الفن الملتوي والمجرد. أما أسعار الأعمال الفنية بمجموعتها فبتتراوح بين 500 و15 ألف دولار، وتعتبر أسعار معقولة جداً بالسوق الفني. وبتعتبر أبرا وأنه الفن الهندي تغير بشكل كتير كبير خلال السنوات الخمس الماضية. Tremendously over the last 5 years. People have begun to accept newer works. They don't look only at academic works. The new media has started taking shape in people's homes and minds. It's quite wonderful. Yep. اتفقنا منتودع لنلتقي من جديد الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل. باي.